لو ندري ايش كثر النبات يأثر على نفسيتنا وعلى الطاقة والأتموسفير اللي موجود عندنا في البيت، كان أتوقع كل البيوت حطوا نباتات عندهم. الزراعة المنزلية تنقسم حق أكثر من مجال، يعني في ناس يهتمون فيها بالنباتات الداخلية لداخل المنزل، في ناس يهتمون بالزراعة الخارجية. بلشت بالزراعة بالضبط أيام الكورونا، ما كنت أدري أن عندي هذه الهواية صراحة، ولا كان لي توجه في النباتات بشكل عام. بديت أدخل يوتيوب إنستغرام أشوف عن النباتات الداخلية، قمت أطلب نباتات ويصلونها للبيت أجرب. شوي شوي حسيت كنا والله يازلي الموضوع. بلشت بنباتات داخلية، وللحين في منهم ما شاء الله مستمرين عندي من 3 سنين. بعدين شدني موضوع ان في بنات كويتيات ما شاء الله بالانستغرام يزرعون بحدائق بيوتهم من البذور، يزرعون المحاصيل اللي تنتج مثل الطماط، الفلفل، الخضروات بشكل عام. فوايد شدني الموضوع وحبيت ان اجرب. بلشت أتعلم، هم أسجل الملاحظات كلها ليوتيوب، أعرف شنو النقاط المهمة اللي تحتاجها النبتة عشان تنجح معاي. واللي خلاني أكثر أني أصر أبي أزرع بيتي، كان تذكرون أزمة البصل؟ بالضبط هذا اللي صار معاي، حسيت أن أبي أزرع شيء في البيت أن أنا أكون ضامنته، أزمة البصل بالكويت. فأيام الكورونا قلت لا لازم، وفعلاً كان في مثل تجربة تطبيق، تاخذون البصيلات الأبصل وتنقعونهم في الماء ويطلع لكم جذور ويبلش. فهذا كانت بدايتي، بعدين شوي شوي لما كبر الموضوع. طبعا في تفاوت بالنباتات، في نباتات سهلة بالعناية وفي نباتات تحتاج شوية جهد. من النباتات السهلة بالعناية عندنا نبات البوتس ونبات جلد النمر أو السنسفيرة. وطريقة السقي وايد سهلة، مرة بالأسبوع إذا كنا بالصيف، وبالشتاء مرة كل أسبوعين. طبعا ضروري لما أروح أختار النبات أكون مراعية أن أنا الجو عندي في البيت يسمح أن أنا أحط فيه نبات ولا لا، من ناحية الشمس، من ناحية أن في رطوبة، وإذا ما في أشتري له جهاز خاص رطوبة، ودرجة الحرارة طبعا، وهالسوالف. في حقائق وايد وخرافات عن النبات. من الخرافات اللي نسمعها دائما ان النبات مو زين نحطه يمنا وقت النوم على اساس انه هو ياخذ الاكسجين ويعطينا ثاني اكسيد الكربون. الشيء الثاني انه يجذب الحشرات، وخلنا نكون واقعيين، ممكن هذه الاشياء تصير اذا احنا كان روتين العنايه مالنا غلط. فاذا انتم كنتم حافظين والنظافه كانت تمام، طريقة السقي والتهوية في البيت، هذا كله راح يساعد على نجاح النباتات الداخلية. وبالعكس اصلا في نباتات ننصح ان يخلونها في غرفة النوم، وخاصة بعد للناس المدخنين، ان هي تعتبر منقي هواء ممتاز، اللي هي السنسفيرة او جلد النمر. هي بالعكس اصلا تشتغل طول الليل والنهار تعطينا اكسجين، ابدا ما تاخذ الاكسجين. الزراعة العضوية، الزراعة العضوية هي باختصار ان ما ندخل اي شيء كيماوي او مركبات اللي هي غير طبيعية اثناء الزراعة. فنحرص بالزراعة العضوية ان احنا نستخدم اسمدة ونستخدم تركيبة تربة طبيعية من منتجات اما حيوانية او نباتية، ونركز فيها على مفهوم إعادة التدوير والكومبوستينج، إن شلون أنا أقدر داخل بيتي أني أجهز كومبوست منزلي عن طريق تجميع بقايا الطعام وبقايا مثلاً ماي السمك وماي الربيان، هذه الأشياء كلها أكون لي كومبوست ممتاز ويفيدني طول السنة. الموسم الزراعي عندنا بالكويت يعتبر من أطول المواسم الزراعية في العالم. عندنا الموسم يبلش تقريبا من نهاية شهر 9 لشهر 5 يكون الإنتاج. فعندنا نقطة احنا نمشي عليها مع المزارعات، ان نبلش في شيء اسمه سبق الموسم، مثل احنا نخدع النبات، نقعد نبلش نبذرة داخل البيت، نسوي لنا مثل أرفف نحط فيها إضاءة ونسوي لهم أجواء النباتات ونسوي لهم تشتيل داخلي. فنبلش فيه من داخل البيت
خصوصا النباتات اللي تحتاج فترة طويلة للإنبات مثل الطماط والفلفل. فنسوي لهم الإنبات، نحطهم في الأصايص من شهر تقريبا نهاية 7 إلى شهر 8، تبلش عندنا مرحلة التشتيل الداخلي. وعشان نتفادى بعض الأغلاط ممكن أن احنا نتعمق في هذا الموضوع ونبحث فيه من ناحية التشتيل الداخلي أو سبق الموسم. طبعا طرق العناية عندنا والأخطاء اللي ممكن تواجهنا تعتمد على أساسيات. هذه الأساسيات إذا احنا عرفناها والتزمنا فيها وايد راح يسهل علينا موضوع العناية في النباتات سواء داخليا أو خارجيا. الأساسيات عندنا التربة، عندنا الإضاءة، عندنا التهوية، عندنا الرطوبة، عندنا التسميد والتقليم. وايد ناس ممكن يخطئون في هذه الأساسيات فيفشل عندهم موضوع الزراعة ويتحبطون. أبداً لا تتحبطون، الموضوع أساس الفشل. إذا أنتم فشلتوا وعرفوا أنكم قاعد تتعلمون درس ثاني. رسالتي وهدفي أن ننشئ جيل واعي بالزراعة ويحب الزراعة ويكون هو حاب أن يتعمق بهذا المجال. عالم الزراعة عالم جدا جميل، يعلم الصبر، يعلم أنك تكون محاط بالبيئة، تكون أنت مع البيئة وتخاف على البيئة لا شعوريا. إذا أنت تعتني بهالنباتات راح يصير فيك تحمل المسؤولية حتى خارج البيت وتعتني في النباتات من الخارج وتخاف عليها. وعلى هالأساس قمنا احنا والشباب المتطوعين وسوينا حملة اسمها بيدنا نغيرها. هدفنا ان نخضر الكويت كثر ما نقدر بمساعدة طبعا ايادي الشباب واهل الكويت كلهم سواء الوافدين او المواطنين، اي احد عايش على هذه الارض.